لا ما غنكونش مرشح ان شاء الله للجنه التنفيذيه. انا كنت في اللجنه التنفيذيه منذ سنه 2002، يعني 22 عام وانا عضو اللجنه التنفيذيه، اولا بالصفه حتى 2007 ومنتخب يعني من 2007، والان هذا الوقت باش نخليو المشعل للاجيال الصاعده ان شاء الله. ما كاين غياب، بالعكس انا موجود وكنت عضو اللجنه التنفيذيه وكنحضر. طبعا كون انني ما بقيتش يعني في المهمة الحكومية أو في المهمة المنتخبة، يعني ما بقيتش كنبان في وسائل الإعلام كثيرا، ولكن الحضور كاين طبعا. شكرا لكم، شكرا. إن شاء الله كنتمناو له النجاح والتوفيق، والمؤتمر بحال جميع المؤتمرات كيكون واحد المناسبة باش الحزب كله كيجتمع وكيناقش الأطروحة ديالو والمواقف ديالو، كيربط الاتصال ما بين القواعد وما بين الشرائح الكثيرة اللي كاينة في حزب الاستقلال، وكيناقش الوضعية ديالو، وكيتوقع شنو غادي يكون إن شاء الله في المستقبل، تيجدد الهياكل ديالو، يعني كيكون واحد الحماس جديد وواحد النفس جديد، وتيقوي طبعا الوحدة ديال الحزب والقوة ديالو، لأنه حزب سياسي وفي نفس الوقت مجموعة ديال المناضلات والمناضلين، كل واحد عنده النظرة ديالو، كل واحد عنده الغيرة ديالو، وفي نفس الوقت هو واحد الوحدة، اللي هو واحد الكيان، اللي هو حزب واحد وموحد، وبالتالي هذا باقي هذه الوحدة سيبقى. معلوم توقعت أحداث على الطريق نحو لا في جميع العائلات، في جميع يعني التنظيمات، تقدر تكون يعني خلافات إلى آخره، ولكن اللي مهم هو أنه هذا التنظيم وهذه اللقاءات من هذا النوع هي اللي كتخلي انه يعني كيكون بحال واحد تنفس في هذا النظام اللي عندنا في الحزب، وكيخلي على انه كتبدد بعض الصعوبات اللي كتكون، وكتقوى الوحده ديال الحزب، وكتجدد الرسائل الكبيره ديال حزب الاستقلال.